السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في كوزينة يما الحاجة. اليوم بإذن الله حبيت ندير كعكات تاع الخميرة للقهوة. الكعكات أنا نحبهم نموت عليهم. دونك هاد الكعكات لازمنا 500 غرام تاع الفارينة، عندنا ربع كاس زيت، نص كاس تاع السكر اللي هما 4 مغارف، مي أنا درت 5 مغارف، صديق زدت مغيرفة زيادة. اللي يحبها بربع مغارف يدير 4 مغارف، اللي يحبها بخمسة شوية حلوة يدير 5 مغارف. عندنا قشور تاع القارص، مغرفه تاع ماكله ونص تاع الخميره تاع البولونجي، زوج بياض بيض، ونطمها بالحليب دافي. دونك نبداو في العجينه نتاعنا ان شاء الله. هنا نبدا الحاجه الاولى هي الفارينه. بسم الله، قلنا 500 غرام تاع الفارينه. واش نزيد ندير مع الفارينه؟ نسيت باش نقول لكم على قريصه تاع الملح. هكذا راني رميت قريصه تاع الملح لداخل. واش نزيد ندير؟ ندير السكر. انا كيلت 5 مغارف معمرين، شوفوا واش جاني، لو 3 كارت تاع الكاس، صادير 3/4 تاع الكاس. حبيتو بنص كاس واش عليه. هكذا بسم الله، هنا درت 1/4 كاس تاع الزيت. هنا نرمي هنايا مغرفه، بسم الله، وشويه تاع الخميره. ما تخافوش ما تجيش فيها ريحه الخميره، باسكو علاش؟ راح نديرو فيها لو زيس دو سيترون. ها هوك قشور تاع الليمون، تجي هايله. كيما نقدروا نديروها بالقشور تاع الليمون، كيما نقدروا نديروها بتاع البرتقال، صادير لو زيست دورانج. هكذايا هنا نزيد بياض تاع البيض. هكذا ندير البياض، درت البياض الاول، دوك نزيد البياض الثاني. فوالا هكذا هكذا صافر. هذاك نخليه من بعد باش ندير به، ندير لا دوغور من الفوق، صادير باش من بعد نواش نحمر به، ندير به البيض من الفوق، نطليه فوق الكعكعات. هنا نطم قبل هادوما، بسم الله. إلا حبيتو ديرو كيلو ضعفو كلش، صادير دوبليو كلش. هكذا تتعجن هادي مع هادي، ماشي كل حاجة وحدها، هادي مع هادي. الكعكة تاع الخميرة زمان تاع العرايس، تاع الحمام تاع العروسة. كنا زمان الحمام تاع العروسة ماشي كيما تاع درك، صح كلش تبدل. الحمام تاع العروسة زمان، مالي العروسة واش يديرو؟ يروحو يعربنو الحمام ولا اون بارتي، استادير جهه تاع الحمام. الا كان حمام كبير يخليو الجهه كامل الحمام الداخل في البسانات، تقول لك كيما نقولوا، تقول لك شحال من بسان، شحال من الناس راح تجيبي. هكذايا وتكريه دافونس، ميم كيف ميم كي تخرج العروسه وين كي تكمل الحمام تاعها، بلاصتها يخلوها ليها ولما ليها والناس يجوا معاها. هذه هي زمان كانت العروسه تدخل ب بالفوطة تاع الحرار بالحويك كيما دخلنا حنايا، راني يعني نحكي لكم حنا واش دخلنا. وانا الحمد لله كي زوجت بنتي، والله غير كيما دارت لي ما درت لبنتي، الفوطة تاع الحرار، الحويك، الشمع منه من العويدقه شادين الشمع، المحبس اللي فيه الشامبوان وفيه الحبل وفيه الكاسه وفيه الصوابن اللي فيه، المرك ثاني يروح مع العروسه الحمام. قلت لكم تدخل بالشمع، تدخل بالتقدام اللي تدخل تاع الحمام، اللي تخدم في الحمام واسمها النظره، هي اللي تقوم بالعروسه. هكذايا تجي النظره تدخل العروسه، يدخلوا معها العويدقات شادين شمع الله الله شاعلين، والتقدام الكبارات عم يقدموا. واش نقول لكم، واحد الحطه ما عندي ما نحكي لكم، حطه كبيره ماشي صغيره. والعروسه تجيب الحيك المرمه للحمام، ما تجيش انفان زمان، راني نقول لكم على وقتنا، مي دوكا لي طون شونجي. تجيب تجي الله الله، تجيب الحيك المرمى هادي هي، والحويك قلت لكم تدخل بالفوطه، فوطه تاع الحرار والفوطه تاع اللي تشمخها بالماء وحدها. او من بعد كي تغسل وتقوم بها عمتها ولا خالتها. حنا كيما حنا البنات كنا 5 بنات خيات، حنا عمتي هي اللي قامت بينا، اللي طول ربي في عمرها هي اللي قامت بينا، يما عطيت لها ليها يعني كل شيء. هي مستكلفه بالبنات،
ومن بعد كي تكمل التحمام وتولبي اللي راهو في الداخل في الواسطه في الحمام الداخل والتقدام الله الله وش نقول لكم، حتى الدربوكه تدخل، والله غير الدربوكه تدخل داخل الحمام. هذه هي. وكي تكمل تصيب النظره وجدت لها بلاصتها. زمان كنا ندوز ريبيات كيما تاع الصلاه نحطوهم ويحطوا فوقها التفريشه تاع الحمام، كي تخرج العروسه تخرج الله الله تاني بالتولويل والتقدام والدنيا، والعبد النظره تكون وجدت لها بلاصتها. ومن بعد يما العروسه تجيب الكعيك حتى على الخميره يلحقوا هما والشربات، هكذا كيما درت انا حسينه بنتي الشربات، وغطي الله الله الكعيكات غطيتهم بالياسمين شبان يهبلوا والشربات معاهم والله يبارك. تسربي لهذوك الناس كامل اللي يكونوا في الحمام تسربي لهم، ماشي غير مالي الحرسه هكذايا. والله يبارك كي دخلت من الحمام تروح للدار، واش نقول لكم دوكا، خلي خميرتي تخمر ونقول لكم كي تروح العروسه للدار واش تلقى في الدار. هذه هي انا هانك تشوفوا هاني عجنتها، هاي هذه كولونت راهي تتلاصق شويه، نخليها دوكا نعجنها شويه من بعد نوريها لكم باش نخليها ترتاح. هنا راكم تشوفوا ها عجنتها بيان، هذه درت لها شويه فارينا بسكويت تتلاصق شويه، نديرها دوكا ندير شويه فارينا لداخل هكذا باش ما تلصقش ونخليها تخمر. كما قلت لكم العروسه كي تدخل تولي لدارهم كونوا الصباح جابوا لها الكبش، دار راجلها يكونوا جابوا لها الكبش، فوالا يكونوا جابوا لها الكبش، قلنا يكونوا جابوا لها الكبش باسكو داك النهار العشاء نتاع دار باباها يديروا البكبوكه صديق الدواره ويديروا شتيتحه تاع تاع البوزلوف، دونك الصباح يكونوا مع الذبيحه ويكونوا قلنا كي تجي تصيب الدواره والبوزلوف باسكو الكبش يذبحوه الصباح، دونك عندهم العشاء دواره وبوزلوف، وكي تخرج من الحمام تصيب الله يبارك لميد واجدين والقهاوي والحلوه الله يبارك، والفاميليا دايره والكبارات في الكوزينه يطيبوا واحد لامبيونس، يعني والله غير توحشنا هذيك لامبيونس اللي كانت القديمه، وان بلوس طم الفاميليا، العرس زمان كانوا غير فاميليا اللي ينطموا ابار الجيران زوج ولا ثلاثه اللي قرب قرب، سينو يعني ماشي كيما دركا لازم لها صال وغاشي كبير، كانت حاجه حلوه سيتي انتيم وكانت حاجه حلوه بالبزاف. والله يبارك نكملوا حكايتنا على الحمام وعلى الكعكات تاع العروسه. هنا خمرت لي مره الاولى ها هي والله هاي الله يبارك خمرت، ندير شويه تاع الفرينه ونبدا نفصل الكعكات تاعنا هكذا. فوالا هذه هي دوكا، نبدا نقطع بشويه هكذا، نقيسو لا جاونا كبار نعاودو هكذا هكذا. دونك كيما قلنا بلي العروسه يكونوا طيبوا لها الدوره والبوزلوف ويصيبوا القهوه الله الله، ويتقهواو لا فامي كامل ويقعدوا اون جينيرال للقرابه قرابه ويقعدوا العشاء كامل يتعشاو ويجوزوا نهارهم. الغدوه التصديره تاعها والحنه تاع دار باباها، زمان كانت الحنه تاع العشاء في دار باباها والحنه في دار باباها، وكي يديوها يديو لها العشاء في دار راجلها. هذه هي ومالين ونهار العشاء تاع دار باباها في الليل يجيو يحنيو لها، زمان العروسه يجيو يحنيو لها يجيبو كبشهم كيما قلنا الكبش تاعهم وكل شيء، مي كي يجيو يحنيو لها يجيو يتعشاو. هذه هي زمان كانوا كثير يديروا الطعام العشاء اون جينيرال. فوالا هكذا فوالا ندير كعكات هكذايا، نفصلهم كامل ونوجدهم ونوريهم لكم. هنا من بعد ما خمروا لي اني درت شويه تاع ان جون دوف يعني صفر بيض مع شويه تاع القهوه هكذا، ندير لهم كامل نطليهم.
هما ما يجو فوقهم والو، ما يجو فوقهم لا سكر لا حتى حاجة، يجو هكذا مطليين برك بالبيض. هذا هو هكذا، ودوك ندخلهم للكوشه اللي راهي 180 درجه. هادو هما دوك نكمل نديرهم نطليهم كامل ونديرهم في الكوشه. الكعكات اللي درتهم معاكم راهم قدامكم، ونقول لكم الريحه راهي دايره حاله، طلعت حتى لما الفوق. وصدقوني نحب الكعكات الخميره، والله غير خير من مخبز ومقروط اللوز، ويعني على بورتي دو طول الموند، يعني ان شاء الله الناس كامل يقدروا يديروهم. واش نقول لكم، هذه راهي الله يبارك خمرت، دوك نوريكم. شوفوا راهي دي بونش هايله هايله، اي سخونه هذا وين نحيتها. فوالا هذه هي، ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم. نقول لكم نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. على كل حال نقول لكم اللي راكم حابينها نديرها لكم ابعثوا لي. ديجا الكعكات تاع الخميره درتهم عندهم سنين، درتهم لكم في سميره تي في، دونك واش راكم حابين ندير لكم، ما عليكم غير تراسلوني. ونقول لكم خليكم في امان الله وحفظه، والى الملتقى.